اهلا من جديد مشاهدينا الاعزاء، نمضي ونتواصل في صباح الشروق ونسعد دائما بان يكون هناك مفخره لهذا الوطن الحبيب. صح. مفخرتنا في هذه المره هي واحده من الزهور التي تنبت. تنبت وين الزهره اللي انت قلتوا؟ في الاماكن دائما البارده، يعني دايره اجواء بارده، لانه طبعا بتعتمد على الرطوبه العاليه من البروده، لكن اذا في جو سخن ما بتنبت. خبيره الاسهار معي في صباح. طبعا ده كله يعني احنا يعني استرقيناه قبل شويه من ضيفتنا اللي هي احنا، انا على المستوى الشخصي كجندر كده مفتخره بها جدا. انا على المستوى العام والشخصي بدون موضوع بتاع جندر كده بنفخر بها كلنا كشباب سوداني، وهي فعلا مفخره انه في عمر صغير والاسم كما صفه يعني وكما حاله زهره يافعة يعني، لكنها تعطي دائما هذا الرحيق. لتكون مفخرة حال سبعة من شباب العالم، تكون موجودة في واحدة من الهيئات الكبيرة جدا، الأمم المتحدة، الأمانة العامة للأمم المتحدة، يكاد الجسم يعني يقشعر يعني للاسم. صحيح. لما نقول في شاب، لكن دائما احنا بنقول ده حماس الشباب وطموح الشباب يا اخي اسامه، يعني ده طموح الشباب اللي احنا في المرحله دي، مرحله التغيير، معتمدين على الشباب اللي هم حيبنوا السودان. نسرين واحده من الشابات المميزات زي ما قال حسام، نسرين الصايب، وعطرها الفواح هيكون ممتد ان شاء الله لسنوات، وحتقدر تمثل السودان خير التمثيل، وسبع قارات غير السودان يعني. كل ساكت. نعم، احنا بنحييها من خلال هذا الصباح، بقول لك صباح الخير. صباح النور عليكم وعلى كل مشاهدين قناه الشروق وعلى الشعب السوداني كله. شكرا لكم على الاستضافه، وحقيقي انا يعني التكليف ده بالنسبه لي يعني كان مهمني انه ارفع اسم السودان واعكس الثوره السودانيه والعمل والشباب في الفتره اللي فاتت. ممتاز. حنتعرف عليه اكثر ان شاء الله، حنشوف وصلنا كيف للتكليف والطريقه اللي استركتيه، وحندردش معك درجه كثيره. تابعك اولا وكل مشاهدينا، وتابع هذا التقرير عن نسرين الصايم ونعود. ثاني قلت نسرين. الامم المتحده. الاستاذه نسرين الصايم الى ضروره اعطاء فرص اوسع للشباب للمشاركه في صنع القرار وتعزيز الثقه لديهم لبناء المجتمع، وقالت في مؤتمر صحفي لطيبه برس حول دور الشباب في حماية البيئة إن الشباب السوداني قادر على المساهمة الفعالة في حماية البيئة إذا ما وجد الفرصة الكافية. في شباب كتار عندهم مقدرات هائلة وممتازة، أنا بتمنى إنهم تحتاجوا الفرصة ويجدوا الرعاية الكافية والحقيقية ويجدوا فرص فعلية إنه يمثلوا البلد في أهداف كثيرة. أنا متأكدة إنه حيكون في يعني ما أقدر أقول زي 100 نسرين لأنه ما عندها معنى يعني كل زوجين في حياتهم، لكن 100 مستشار من الأمين العام للأمم المتحدة أو في أمين عام ذات الأمم المتحدة من السودان إن شاء الله في العائلة القريبة، يعني ما حاجة بعيدة. خبير الأمم المتحدة للتغيير المناخي الدكتور إسماعيل الجزولي قال إن موقف السودان من تغيير المناخ يعد جيدا، مطالبا بتحفيز الشباب وتفعيل الشراكات ومشاركة المنظمات وعمل قاعدة للبيانات للتعامل مع طوارئ الكوارث لا سيما الخريف. في أثناء الخريف دور الشباب يتمثل، يشوفوا أكثر الطرق أن يصلوا الناس المحاصرين دين، يرقوهم كيف، يعادوهم كيف. بعد الكارثة أو بعد الخريف الناس تحصل تقييم وإعادة بناء للناس اللي فقدوا وعلاجه، وتكون لها أشياء يعني تكون في يعني حاجة زي السيول الأمطار دي، ده ساينس يعني تزبط أنه قصة بتكون لازم تكون عندك خطة لمواجهة القصة قبل ما تحصل، أثناء ما تحصل، بعد ما تحصل. العمل الجماعي في حماية البيئة بجانب سد الفجوة بين الواقع والمعرفة أبرز المطالبات في منبر طيبة برس. لكن الشباب براهم ما بيقدر يعمل حاجة، يعني لازم هسه العمل كله بدا من خلال شراكات، لازم يكون في حكومه، منظمات مجتمع مدني، قطاع خاص وغيره، كل زول يكون دوره محدد هو بيعمل في شنو، والدور بتاعهم بيصغر يعني ما شرط فيزيكال، في شغل فيزيكال، في شغل بتاع التوعيه، في شغل بتاع تدريب، تريننج اوف ترينيز، يدربوا ديل يدربوا ديل حتى انه يدربوا ناس الكره. واهم حاجه انه عشان القصه ما تكون نعمل لنا قاعده بتاعت بيانات الشباب ده هم منه
يعني لازم يكون في قاعده بتاع البيانات يكون تحصل كارثه الناس تكون عارفاهم وتناديهم في نفس الوقت. إذا دور الشباب في حماية البيئة وتداعيات الخريف لابد أن يكون بارزا ومسنودا من قبل الجهات الرسمية والمنظمات كافة. عودة من جديد لكل متابعينا، نسرين صايم حضور من خلال صباح الشروق تحديات الشباب عبر هذه الفقرة. يمكن كمان تابعنا مادة مسجلة بتحكي عن العديد من المزايا لعدد من الأنشطة اللي بتقوم بها نسرين وغيرها في الأمانة العامة للأمم المتحدة. خلينا نبدأ معاكي وندي أو نوصل خلفية سريعة للمشاهد حول الأدوار المهمة اللي بتقوم بها من خلال دورك كشابة وكحواء يعني برضه في السودان ولا برا؟ كله طبعا. طيب انا تخيل لي انه السؤال كان عن دورك حواء ده يعني سؤال تخيل لي واسع شويه. يعني احنا كنساء في المجتمع السوداني عموما بنحاول قدر الامكان انه نثبت وجودنا، في حين احنا ما محتاجين نحاول نثبت وجودنا لان احنا وجودنا ده ظاهر يعني، لكن نستيل بنحاول انه دائما نتقلد مناصب اعلى، بنحاول دائما انه نبرز الوجه الحسن للمرأة السودانية. كان هناك احساس بالضعف وانتم اقوياء. مش احساس بالضعف، لكن في بعض يعني بعض الاستحقاقات ما قاعدين نتحصل عليها. يعني حتى لو مثلا مشيت للمؤسسة الحكومية حتلقى انه في نساء كتار جدا في المؤسسة، لكن لما تيجي على مستوى الادارات العامة مثلا او على مستوى وكيل وزارة او مثلا على مستوى الدرجة الثانية في مثلا في السلم الوظيفي اقل كثير. طيب احنا حنستأذنك ونطلع معاك فاصل ونرجع نتكلم اكثر عن هذه الادوار المهمة اللي ممكن تلعبها حواء حتى في الاماكن القيادية. مشاهدينا الكرام، عدنا لنتواصل بعد الفاصل ونواصل حديثنا مع رئيس بكل فخر نقول اللجنة الاستشارية للأمين العام للأمم المتحدة نسرين الصايم. أنا عندي مشكلة مع نسرين، قالوا لك نسرين صح؟ ما نسرين نسرين طيب وبين الاثنين في موضوع الاسم ده شديد نسرين، هحاول أتعود إن شاء الله لقدام مع إنه نسرين في حياتي ما كثير. نعود يعني وكنا بنتكلم عن دور حواء بسرعة، لكن خلينا ندمن شوية لهذا المنصب اللجنة الاستشارية للأمم المتحدة، كيف احنا وصلنا لها وبعد ذلك نتكلم عن الدور بصورة أشمل. تمام. أول شيء السنة الفاتت في سبتمبر 2019 كان في حاجة اسمها قمة المناخ، قمة العمل من أجل المناخ، كانت في نيويورك هناك في الهيد كوارتر بتاع الأمم المتحدة، المبنى الرئيسي المكتب الرئيسي. قبل القمة العامة من أجل المناخ كان في قمة الشباب لأجل المناخ، قبلها كان بيوم يعني. في القمة بتاعت الشباب لأجل المناخ الشباب كان تكلموا مع الأمين العام إنه هم دارين أكسس، يعني دارين يكون في قنوات مفتوحة للتواصل بينهم وبين الأمين العام تحديدا في موضوع تغير المناخ. فمن هنا جاءت الفكرة إنه يعملوا جسم استشاري للأمين العام للأمم المتحدة في موضوع تغير المناخ بالذات يعني. بعد ذاك يعني الأمين العام ذاته كان مهتم جدا بالتفاصيل بتاعت إنشاء المجموعة الاستشارية،
وهو بنفسه اختار السبع الأخيرين اللي هم أنا وفي بالوما من البرازيل وصوفيا من أمريكا هي إيرانية أمريكية في نيثن من فرنسا في بلاد من مولدوفا بلاد ونيثن بيمثلوا أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية وفي أريشنا من الهند وفي إيرنست من فيجي إحنا سبعة بنمثل أقطار العالم المختلفة يعني والأقاليم المختلفة في العالم سواء كان يعني القارات أو الأقاليم المقسمة الهدف الرئيسي من المجموعة الاستشارية إنه تدي النصيحة أو الرأي الصريح والواضح من غير خوف من غير قلق للأمين العام للأمم المتحدة بخصوص تغير المناخ ليه من غير خوف وقلق وليه في خوف وقلق اصلا الحاجة الأساسية انه تغير المناخ هو معلومة يعني هو مفهوم علمي بحت اثبتت كل الدراسات والبحوث انه يعني الأنشطة الإنسانية هي السبب في تغير المناخ الحالي تحديدا الأنشطة المتعلقة عموما اي تحديدا الأنشطة المتعلقة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون سواء كان حرق المواد البترولية سواء كانت الصناعة في المصانع المختلفة وهكذا لكن في دول كثيرة اقتصادياتها بتقوم بصورة مباشرة على الصناعة وعلى المواد البترولية دي حياته ايوه وفي يعني مبالغ ممكن نقول تريليونات من الدولارات ففي اهتمام متزايد وكبير جدا يعني قلق من الجهات الثانية لانه عندها مصالح بتتعارض مع العمل من اجل المناخ ده فنحن هدفنا الرئيسي انه نحن يعني لانه ما عندنا مصالح غير اهميه صلاح الكوكب يعني والبيئه عموما والانسان ف يعني بنكون زي ما بنقول شنو الراي المحايد او مش المحايد احنا متحيزين بصوره واضحه للبيئه يعني لكن يعني الراي التحيز الصريح للبيئه زي ما في متحيزين صريحين للبزنس بتاعهم ولحمايه مصالحهم البيئة إذا صلحت حيصلح البزنس والتفاصيل المختلفة اللي ممكن يجي عليها ما بيتبقوا على الإنسان لكن إحنا بنلاحظ دائما في الدول المتقدمة إذا في مشاكل في البيئة بتكون في معالجات أخرى يعني مثلا التشجير الزراعة الحياة ممكن تكون معالجة للسموم ممكن تكون في الموجودة في الأجواء إحنا هنا في السودان وإنتوا كشباب والآن في تداعيات الخريف وفي مشاكل في السودان سواء كان من خلال المناخ سواء كان من خلال الخريف إحنا الآن في فصل الخريف رؤيتكم شنو؟ طيب اول شيء مشكله تغير المناخ اعمق يعني اكبر شويه من المعالجات اللي قاعد يعملوها الناس في معدل انبعاثات قاعد تطلع محتاجه يكون في معدل اشجار مقابله تماما طبعا احنا عارفين انه كل ارضيه 70% مغطيه بالمسطحات المائيه في يعني انتشار سكاني وزياده بتاعت كثافه سكانيه معناه هم محتاجين حتى انه هم يسكنوا فيها وكده الحاجات دي كلها بتخلي انه بصوره مباشره ما في مساحات خضراء كفايه تمتصها ثاني اكسيد الكربون اللي بيطلع من الانبعاثات بتاعت المواد الصناعيه وبالتالي كل المعالجات اللي حاولوا حاليا يعملوها الدول الصناعيه والدول الغربيه وكده ما ناجحه في موضوع تغير المناخ ما في حل حاليا غير انهم يوقفوا الانبعاثات دي ويتحولوا من الطاقات الفصل فيول او الوقود الاحفوري البترول الجاز الغاز الطبيعي اللي بيطلعوه من باطن الارض وكده اللي هي مواد الكربونيه او العضويه احتراقها بيطلع لنا ثاني اكسيد كربون للطاقات النظيفه سواء كانت طاقه شمسيه سواء كانت طاقه رياح وهكذا ما في حل غير كده كل المعالجات الثانيه هي بتحاول تاخر المحتوم زي ما بيقولوا لكن يعني ما بالنسبه للسودان طبعا السودان هو من اكثر الدول الهشاشه بالنسبه لتغير المناخ لعدة أسباب السبب الأول إنه نحنا ما عندنا بدائل يعني إحنا بنعتمد بصورة مباشرة على الزراعة وعلى الرعي فأي حاجة بتأثر على الزراعة بتأثر على الرعي دي بالضرورة حتأثر على السكان لأنه حيكون في جوع وحيكون في مجاعة وكذا بالضرورة بتأثر على الاقتصاد القومي لأنه اقتصادنا مبني بصورة أساسية حاليا على الزراعة وبعد الصادر يعني لكن دي كلها الصادرات الثانية موارد ما متجددة ما زي الزراعة والرعي الحاجة الثالثة والأخيرة إنه نحنا زي ما بقوله أساساً في الماينس في السالب فلما تجي مشكلة زي التغير المناخ وإحنا ما عندنا لا قدرة ولا طاقة هننزل في السالب زيادة يعني مثلاً أمريكا طيب إحنا دارين حلول يعني إحنا شباب دارين حلول الحاجات دي حنا مثلا امريكا بيجيها اعصار في فتره من الفترات بعد شهر شهرين بتقدر لانه تقدر ترجع لانه عندها اساس احتياطي موجود عندها في الدوله عندها اقتصادها مزدهر يعني الى اخره فنحن اوريدي اقتصادنا في مشكله فبنستحمل المشكله زياده زي تغير المناخ الحلول بالنسبه لتغير المناخ السودان ما عنده حل
برعوا. يعني دي مشكلة عالمية سببها الدول تانية للأسف إحنا متأثرين بيها، لكن اللي بنقدر نعمله إحنا بنقدر نحاول نقلل آثار تغير المناخ دي قدر الإمكان، اللي هي حاجة اسمها الأدابتيشن أو التكيف. كيف؟ بأنه إحنا مثلاً في علوم جديدة ظهرت مثلاً كلايمت سمارت أجريكولشر أو الزراعة الصديق أو الذكية اللي هي بتتحمل الجفاف وتتحمل موية زيادة، يعني حتى بدوا يحاولوا يحسنوا في البذور وكده عشان ينتجوا محاصيل بتستحمل تغير المناخ. الحاجة الثانية في يعني دعومات بتجي من دول العالم للدول الأقل نموًا زي السودان عشان تقدر تحاول تعمل برامج إنها هي تقلل بها الأثر بتاع تغير المناخ. المشكلة اللي إحنا ممكن بتواجهنا في السودان، يعني أكبر مشكلة ممكن تكون بتواجهنا اللي هي يعني ممكن تكون الفقر. الفقر ده بيؤدي ليش؟ بيؤدي إنه أول حاجة يعني مثلاً واحدة من الحاجات الأساسية لمواجهة تغير المناخ مثلاً زراعة الغابات. احنا عندنا في السودان غابات طبيعيه، لكن لانه الناس زي ما قلت لك بيحتاجوا لوقود، محتاجين لاكل، محتاجين لكده، بيضطروا انهم يقطعوا الاشجار قطع جائر. القطع الجائر ده مشكله كبيره بالنسبه للبيئه حقت السودان وبالنسبه لتغير المناخ وبالنسبه للزحف الصحراوي وبالنسبه لحياه كثير جدا. لكن لانه زول محتاج ما تقدر تقول له حافظ على الشجره، يعني بيكون في زي معضله اخلاقيه هنا، حياتي ولا حياه الشجره، حياتي وحياه اطفالي ولا حياه الشجره، يعني حياه كثيره المفارقات هنا. في مفارقات كبيره. بالنسبه للخريف، الخريف ده يا جماعه خير وبركه من رب العالمين، احنا اساسا ما مفروض نتذمر من هطول الامطار او من الخريف ابدا. نحن مفروض نعمل اللي بنقدر عليه، وانه المطره دي لما تيجي تلقانا احنا مستعدين، يعني نفتح المصارف، ننظفها من الاوساخ. يعني انا شفت صور لمصارف كثيره هي مقفوله باكواس البلاستيك ومقفوله بنفايات مختلفه. انت عارفه احنا قبل شويه كنا مستضيفين يعني غرفه درء اثار السيول والامطار، وتكلمنا عن انه لازم يكون في مشاركات ما بين الدفاع المدني، الشرطه، هيئه نظافه ولايه الخرطوم. عندكم معاهم اي شراكه او تواصل كشباب؟ طيب في طبعا نفير، مبادره نفير. انا متاكده المبادره عندها يعني شراكات مع جهات كثيرة جدا. وبعدين الحاجة المميزة في مبادرة نفير إنها هي مبادرة قومية، يعني ما بتشتغل بس في ولاية الخرطوم. وكان من 2013 عندهم دور يعني كبير جدا جدا في درء أسعار الخريف، سواء كان توصيل المعينات للأسرة المتضررة، سواء كان فتح المصارف، سواء كان إجلاء لناس من مناطق مختلفة. يعني أنا بتذكر في 2013 دي كان بيصلوا مناطق كثيرة بمراكب. السنه اللي فاتت كان في مناطق في 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 النيل الابيض دي الا وصلوها بانزال جوي بهليكوبترات بينزلوا الناس من فوق. يعني فده كله ما من المطره، يعني المطره ده خير يعني ضايع. اول حاجه مش هو ضايع بس، ضايع وكمان بقى للاسف مؤذي فيه ضرر. هاي يعني دي مويه، يعني المويه دي يعني الناس بتتصارع عشان تنزل لها نقطه مطره بتاعت مويه. يعني احنا المويه بتجينا بتكسر لنا بيوت، بتخلينا مطينين اسبوعين ثلاثه، بتيجي الشمس تنشفها وكان رايح المحسنين. المفروض يكون في مشاريع جاهزه بتاعت حصاد مياه، ما نستنى الخريف الجاي لما نيجي، منها سنبدا نجهز لها عشان الخريف الجاي لما نيجي نقدر المويه نتحصل عليها من السنه دي نحفظها في طريقه معينه. في طرق كثيره بتعمل ريستوريشن او بتعمل اعاده بتاعت توزيع المياه اللي بتيجي من المطره دي للمياه الجوفيه. احنا ممكن نصنع احتياطي بتاع مياه جوفيه جديده من مياه الامطار الموجوده. في مشاريع كثيره جدا برضو بتتعمل على تخزين المويه حتى لفتره بسيطه، يعني ما بتكون مصاري حصاد مياه لفتره طويله سنين يعني، لكن بتكون مثلا لفتره شتويه. فاحنا بنقدر القطاع المطري ممكن يكون شغال زراعه طول السنه عن طريق المويه المخزنه دي. ف يعني حتى الجهات انت ذكرتيها دي ما بنقدر براها لانه الحكومه دي شويه حديثه العهد يعني زي ما بقولوا. فاحنا المفروض نسعى دارين مبادرات يعني من الشباب عشان تدعم يعني المجتمعات الاخرى او الجهات الاخرى المختصه في تعمير السودان، سواء كان من خلال خريف او تفاصيل اخرى، تحسين مناخ، تحسين بيئه، زراعه، تفاصيل مختلفه. ايوه صح. هسه حاليا تقريبا مبادرتنا في عندهم تواصل مع كل يعني المقاومه في كل الاحياء والمدن على اساس انه يحاولوا برضه يعني يشتغلوا شغل بتاع احصاء للخسائر الموجوده، يشوفوا المنطقه اللي خلت السيل يجي داخل بجاي مكان قاعد يدخل بيها شنو، لو في حته مقفوله، لو في مجرى فيه مشاكل. يعني في تواصل كثير بين الشباب في الموضوع ده، لكن للاسف دائما الحياه بتيجي بعد ما الكارثه تحصل، ما قاعدين يكون في خطوات قبل. ف يعني انا بتمنى انه السنه الجايه ان شاء الله لو ربنا احيانا ان شاء الله يكون التدخل قبل ما يجي الخريف ذاته باذن الله. اتمنى انه نحن دائما
نفكر بدري ونخطط بدري لحاجاتنا، زي ما هذه الأهمية الكبيرة دي، لأنه نقدر نشرك أكبر قدر من الشباب في هم زي ده، هم كبير جدا وهم عالمي، هم حماية البيئة بصورة عامة وتغيرات المناخ اللي ممكن تصلح. كيف نقدر نخلي كل الشباب هنا في السودان، خلينا نتكلم عننا، نقدر نخليهم في الصورة، ونقدر نخلي همنا همهم ويكونوا موجودين معانا واعين بالحاجة اللي بتحصل، وشنو هي الأدوار اللي ممكن، يعني احنا عندنا مثل بيقول اليد الواحدة ما بتصفي، تمام؟ فدارين أكبر قدر من الشباب إنه يكونوا واعين للحاجة دي، وكيف ممكن نقدر نستفيد من كل هذه الطاقة الشباب. تمام، احنا في سنة 2016 بدينا تحركات إننا ننشئ منظمة شباب السودان لتغير المناخ. طيب الوقت ده كان شوية تسجيل المنظمات الجديدة صعب، في صعوبة، فأخذنا تقريبا قرابة العام إحنا بنحاول نسجل في المنظمة. فعلا سجلناها 2017، وحاليا عندنا حوالي 320 متطوع في الخرطوم، وعندنا 4 فروع في الولايات، وفي 4 فروع حاليا برضو قيد الإنشاء، بس وقفت موضوع الكورونا والحظر والتباعد الاجتماعي. ان شاء الله في قبال نهايه العام ده حيكون عندنا 8 افرع وغير فرع غير الخرطوم، يعني الهيد كوارتر. بنحاول انه نوصل اكبر عدد من الشباب في مختلف الولايات، نحاول نرفع الوعي بتاعهم، وفي نفس الوقت بنحاول نملكهم مهارات مختلفه عشان يقدر يتعامل مع تغير المناخ بنفسه. بنحاول برضه نصل لصناع القرار وصناع السياسات في السودان، على اساس انه يدمجوا الشباب في صناعه السياسات اللي عندها علاقه بتغير المناخ والحاجات الثانيه برضه. عندنا برضه تواصل مباشر مع وزاره الشباب والرياضه، ففي انه احنا كيف ممكن زي ما قلت نحاول نوصل اكبر عدد من الشباب ونخلي همهم همنا وهمنا همهم. صحيح. بعدين التغير المناخ عنده جوانب تانية غير المطر نزلت كثيره والحر شديد والبرد شديد، عنده جوانب اجتماعيه. الجوانب الاجتماعيه فيه بيتمثل في انه يعني ممكن تحصل موجات بتاع الجفاف هائله، وبالتالي الناس حتضطر تنزح من مناطق لمناطق تانية بسبب الجفاف ده. ممكن تحصل صراعات على الموارد الطبيعية لأنه حيكون في شح للموارد الطبيعية. ممكن تحصل برضو يعني حيكون في يعني نسبة العطالة أنا بتوقع إنها تزيد ما لم يتم خلق فرص عمل جديدة مختلفة، لأنه إذا كان الأراضي قاعد تفقد خصوبتها شيئا فشيئا، فالناس كلها حيضطروا يطلعوا من قطاع الزراعة من قطاع الرعي بنفس الطريقة. فاحنا برضه بنحاول انه ناخد زي ما بيقولوا استعداداتنا للحياه دي قبل ما تحصل، انه نحاول نفتح افق الشباب لفرص عمل مختلفه، حتى في نفس الزراعات التقليديه والصناعات التقليديه، انه كيف ممكن باقل يعني مدخلات تاخذ مخرجات اكبر، يعني عشان برضه نحافظ على يعني اتزانهم الاقتصادي. والعالم كله مش بس فرصة للشباب، يعني أيوة. لأنه الشباب هو محتاج لفرصة كبيرة فعلا. يبقى قلتي حاجة جميلة ولطيفة، تواصل مع الشباب وجعل الهم واحد. الحاجة ده عشان أنا أوصل معلومة للشباب ده لابد من توفير كادر بشري مدرب، هل في تدريب ولا الحاجة دي بتوصل لهم كيف يعني؟ طبعا هو الحاجة اللي احنا لحد الآن للأسف يعني في ورق بس ما نفذناها لعدة أسباب. السبب الأول إنه بدأنا اشتغلنا في باقي يعني عام 2018 وآخر العام قامت الثورة السودانية، وبعد ذلك طبعا الحياة كلها وقفت لأنه كان حصة وطن. وبعد ما يعني بعد ما تكللت مساعي الشباب بالنجاح وتم تغيير النظام البائد وحتى الحكومة الجديدة جات وكده، ما رجعنا للشغل إلا أواخر 2019 على شهر أكتوبر. فيا دوب بدينا نرمم في الأطراف ونشوف الحاجات اللي ممكن نعملها شنو للسنة الجديدة وكده، جات الكورونا في بداية 2020، فحصل التباعد الاجتماعي والحياة اتقفلت. لكن لحد الآن عندنا أيام رؤية شنو؟ لحد الآن عندنا أيام جاهزة مقسمة، بكل تيم ماسك موضوع معين. الرؤية أو الخطة الموضوعة إنه كل الأيام دي حيكون في زي تي أو تي أو ترينينج أوف ترينرز، تدريب مدربين. على اساس انه احنا فروعنا الاربع الحاليه موجوده والاربع اللي حتتنشئ دي ان شاء الله حنقدر نوزع المدربين اللي احنا دربناهم اوريدي على كل الفروع الثمانيه، على اساس انه هم هناك ذاتهم يعملوا نواه بتاع التدريب للشباب اللي قاعدين في المناطق ذاتها. فهي القصه انه زي اللي بيسموه شنو تدريب الاقران او البير تريننج، فانا بوصل المعلومه لزميلي، زميلي بوصلها لزميله، وهكذا دوايك لحد ما تبقى الحاجه بالضبط. اسلوب الانتشار الأربعاء القادم 12 أغسطس يوم الشباب العالمي، فشنو شكل الاحتفال حيكون هنا؟ مفكرين كيف حيكون فيه جديد شنو؟
والله انا طبعا انا بسبب الكورونا فدائما الايفنتات الكبيره كان قاعد تحصل ما حيكون في لها طريقه، ولكن يومي حيكون شويه مليان لانه حيكون اجتماعنا الاول مع الامين العام للامم المتحده بصفتنا مجموعه الشباب الاستشاريه بالنسبه لتغير المناخ. فالاجتماع ده حياخد فتره بتاع ساعتين، فده يعني اغلب اللي حيكون متمحور حول الاجتماع ده. اي الاجتماع هو بيكون زي انطلاقه للمجموعه الاستشاريه، حيتناقش معانا عن خطته كأمين عام للأمم المتحدة وكل يعني الـ UN agencies أو المنظمات بتاعت الأمم المتحدة بخصوص تغير المناخ. حيسمع آرائنا في الخطة، أوريدي هم رسلوا علينا قبل كم يوم. إحنا ذاتنا عندنا خطة عمل كفريق استشاري، برضو هو عايز يسمع رأينا شنو في خطة عمل حق فريقنا إحنا الاستشاري. بعد ذاك بيكون في زي يعني حوار أو نقاش بيننا وبينه في إنه كيف إحنا دارين التواصل بيناتنا، يكون حنجتمع كله كم في السنة، الناس المهم إحنا نتواصل معاهم في تغير المناخ. هو عنده فريق استشاري تاني من الناس الكبار، ده حق الشباب، وفي واحد تاني بتاع الناس الكبار. ده فيه يعني زي ما في شراكات بيناتكم يعني؟ في ناس كبار وناس صغار، لازم يكون في تواصل. ال- ال- الفريق ذاك فيه ناس يعني زي ما بقولوا هاي ليفل، اللي هم فيه يعني رجال اعمال كبار زي بيل جيتس، فيه سياسيين كبار برضو زي ماري روبنسون اللي هي كانت رئيسة وزراء ايرلندا سابقا، فيه الامين العام للامم المتحده السابق، فيه الجور اللي هو كان سيناتور امريكي، فيه يعني ناس عندهم وزنهم السياسي والمجتمعي برضو وفي البزنس يعني عالم الاعمال، ناس رموز يعني. ايوه. فنحن عندنا ممثل واحد من مجلس الشباب هناك، الممثل ده هو الرئيس اللي هو انا يعني. فأنا مهمتي بتكون بين المجلسين إنه أنقل رأي مجلس الشباب لمجلس الهاي ليفل، ونحن الاثنين مفروض نطلع بفكرة موحدة. ما لازم طبعا دائما نتفق يعني، لأنه هناكم برضو عندهم حياة برع ولا إحنا كثير ما عندنا يعني. هو البيزنس طبعا. أيوة. يعني نحن لو طلعنا بحاجة موحدة طبعا بيكون أحسن حاجة، لأنه في النهاية تصل الأمين العام معلومة وحيدة. لو اختلفنا طبعا برضو إحنا نوصل وجهة نظرنا بمعزل عنهم يعني، لكن في النهاية لازم يكونوا عارفين إحنا رأينا في الموضوع ده شو. بعد ذاك هم بيتعاملوا مع رأينا في الموضوع ده كيف، ده موضوع مختلف تمام. تمام. تحفيز الشباب في واحدة من الاجتماعات بطيبة برس، وحتى يعني كان النقاش حول المحافظة على البيئة وتداعيات الخريف. نتكلم أكثر عن الاجتماع ده وبرضه اجندته شنو المواضحه يعني بالنسبه للمشاهد. تمام. ناس طيبه برس كان واحد من اهدافهم الرئيسيه اول حاجه انهم يوصلوا للشباب الحته اللي وصلت لها انا، انه دي ما حاجه صعبه وما حاجه مستحيله، بس محتاجه يعني شويه بتاعت عزيمه وتحديد اولويات، وشويه بتاعت تركيز، وشوية بتاعت استعمال جوجل. أنا طبعاً في أي حتة بقول لهم أخوانا استعملوا جوجل، أنا بحب الرسالة دي شديد. ما لأنه جوجل يعني، أنا بتكلم عن التصفح في الإنترنت بصورة عامة. أيوة. ده أول حاجة بيساعد على إنه يفتح أفق الزول لمعلومات أكتر وحاجات كثيرة. يعني أنا دخلت تغير المناخ بجوجل. برضو بيساعد إنه زول يفهم الناس فاصلين وين يعني. إحنا دائماً نحب ما نقارن بالحتة اللوكل أو الحاجة الحاصة في السودان، لأن إحنا ما الستاندر حالياً للأسف الشديد، فنحاول نرفع نفسنا للستاندر العالمي عشان بعد ذاك نصل مرحلة إنه إحنا نكون الستاندر بتاع العالم. الشيء الثالث والأخير بيساعد شديد في محاربة الشائعات. يعني ممكن زول يكتب لك كلام طويل 4-5 صفحات ويكون ما فيه غير معلومة ولا معلومتين بس صحيحة، الباقي كله يعني حشفات. طبعا دي مشكلة بعض الناس مع جوجل، يعني يقول لك المعلومة ما أكيدة 100%. ممكن زول يتأكد من المعلومة. يعني دائما ما تأخذ المعلومة من مصدر وحيد، دائما ما تكتفي بالصفحة الأولى ولا الهيدلاينز اللي بيجيك في جوجل، دائما بحث لجوا. في مؤسسات علمية كثيرة قاعدة تنشر حاجات موثقة، يعني ما كلام ساكت. برضو فتش المواقع بتاعت المؤسسات العلمية دي. فالهدف من البرنامج مع طيبة بريس كان العكس، الجانب ده للشباب، انه في شباب وصلوا لمراحل كبيرة، سواء كان عالميا او سواء كان محليا. وبرضو كان دايما نسلط الضوء على الجهود بتاعت الشباب اللي قاعدين يبذلوها هسه حاليا في مجابهة الخريف. وبرضو الحاجة الأخيرة كانت إحنا كنا ساعين إنه نوصل للجهات الرسمية ذاتها إنه الشباب براهم محتاجين، يعني ما بيقدروا إنه يعملوا أي حاجة، لأنه في حاجة عندها علاقة بالمؤسسات بالضبط كده، وفي حاجة عندها علاقة بمؤسسات الدولة، وفي حاجة عندها علاقة بالتراتبية حقت الدولة نفسها. سيستم. أيوة بالسيستم. وفي حاجة عندها علاقة بالموارد، يعني موارد عند الدولة أكيد ما زي الموارد عند الشباب، سواء كان آليات سواء كانت معدات سواء كانت غيره.
الهدف الاخير كان من الـ من الـ من المؤتمر اللي عملناه امس انه اشرح لكثير من الصحفيين اللي وصلوا وحضروا بالضبط المنصب الجديد هو شنو ومهمتي فيه وكيف، وحتى في اسئله كانت عن طريقه الاختيار وكده. دي مهمه عشان توضح للراي العام هو شنو بالضبط، لانه في ناس بيجوني بيقولوا لي انت بتجي سفيره في الامم المتحده. اخوانا انا ما بقيت سفيره، مستشاره. يعني مستشاره وفي موضوع محدد، يعني موضوع تغير المناخ بس. طيب ممكن اسالك سؤال في الخاص؟ معلش يا حسام، بعد اذنك. دار اعرف شعورك لما اختاروك مستشاره. كنت بصوت في فاصوليا والله. لا دي دي ده فعلك، لكن احساسك الداخلي شنو في اللحظه دي؟ والله يعني شكل التفاؤل والنجاح اللي حسيتيه في اللحظه دي. اول حاجه كان همي واحده من كانت من همومي صراحه، اول ما سمعت الخبر انه هل حقدر اعمل حاجه ولا لا. مسؤوليه طبعا كبير شديد. يعني لاحظي انا مسؤوله من مش بس القاره الافريقيه، مش بس الشرق الاوسط، لان انا الوحيده بتكلم عربي، في ناس كتار ما بيتكلموا لغه غير العربيه، الاكسس الوحيد بالنسبه لهم، لكن عن شباب العالم كله. يعني نحن ما يعني اختارونا بنمثل قطاعات مختلفه او خالي مختلفه، لكن ده ما الهدف الرئيسي، احنا كلنا بنشتغل مع بعض. فانا هسه حاليا مسؤوله عن شباب العالم كله في موضوع تغير المناخ، فدي مسؤوليه عملاقه جدا جدا جدا. ربنا يقدرك على شاء الله. امين ان شاء الله. الحاجه الثانيه كنت يعني بتسالي انه يا ربي التعامل الدوله السودانيه الجديده حيكون مع الموضوع ده كيف. يعني انا متعوده من زمان انه مثلا بيتم اختياري في حياتي وبشارك في مؤتمرات وكذا، وما بلقى اهتمام من الدوله باعتبار انه ما كان النظام بيشبهنا، يعني ما كان حقنا. فهسي الدوله السودانيه اختلفت تماما، يعني اختلف تعامل الحكومه ذات مع الشباب بصوره خاصه، ومع الشعب السوداني كله بصوره عامه، لانه حكومتنا احنا جبناها يعني. فكان ده جزء كبير من الاهتمام والكونسرت. استلمت التلفون مشكور من سعادة السفير عمر، هو المندوب الدائم للأمم المتحدة في نيويورك هناك، وحتى كان حريص انه يهنيني وقت ما طلع الخبر طوالي في لحظتها يعني. وبشكره جدا وبشكر كل بعثة السودان في الأمم المتحدة في نيويورك، وتحديدا دكتورة نوال برضو، لأنه هي كانت واحدة من الناس اللي بتقدم لنا عون كبير جدا جدا في مشاركاتي السابقة حتى قبال اختياري. لكن بتطلع لسه لتعامل اكثر مع 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 الجهات الحكوميه الثانيه وزاره الخارجيه ذاتها. ممتاز، الشراكات دي مهمه. ايوه، وزاره الشباب والرياضه، لانه هم عندهم الاوتريش الاكبر. يعني في يعني انا انسان فرد واحد زي ما قلت، يد واحده متصفق. فلاحظ ان انا يد واحده وفي ثاني 18 ولايه وفي 7 قارات وفي موضوع كبير 190 دوله في العالم. كره ارضيه كامله. فحقيقة بكون محتاجة العون الداخلي قبل العون الخارجي. صح، لأنه زي ما بيقولوا زول بيشد عضده بأهله. صح صح، شاطر قد تعاون يعني ومستمر في النجاح إن شاء الله. والله ان شاء الله. انا طبعا خليت لي اسم الختام، حقول انا المفروض انا اختم صح بالاسم. ما والله قلت انا سؤال واختم وعملية هايله. لا انا بحكي لها على تفاصيل. هو طبعا عنده فوبيا من الاسم، فوبيا شديده. نسرين، نسرين الصايم، رئيس اللجنه الاستشاريه للامين العام للامم المتحده، واقول دائما بكل فخر شكرا جميلا لحضورك اليوم في صباح الشروق، وبنترك بالتوفيق وان شاء الله يعني نشوف مستقبل اكثر اشراق، وكل القضايا اللي انت يعني خدتها قدامك وقدام عينك تمضي فيها بخطوات قويه جدا ان شاء الله. شكرا لك يا حسام، وشكرا لك برضه، شكرا لقاعده السلوك على الاستضافه. ويعني بحاول بس اوصل رساله لكل شاب سوداني، يعني انه انا ابوابي مفتوحه كشخص، ما يمكن ما اقدر اعمل كثير، لكن حتى بقدر المعلومات البسيطه اللي عندي ممكن يعني اوصلها للشباب. ما في ان شاء الله تلقي الدعم والمسانده.